تقييما وتثمينا للدوائر الخدمية في محافظة كربلاء المقدسة، وتحفيزا لباقي الدوائر التي تعمل من أجل المحافظة والمواطنين. بادرت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة باستضافة وتكريم مدير بعض الدوائر الخدمية ومسؤوليها داخل أحد أروقة العتبة المطهرة. قامت العتبة العباسية المقدسة هذا اليوم باستضافة مدراء دوائر الخدمية في محافظة كربلاء ومعاونيهم وجزء من الكوادر الهندسية والإدارية. كان الهدف من هذه الاستضافة هو تقديم الشكر والامتنان إلى دوائر محافظة كربلاء لجهودها حقيقة المتميزة في خلال هذه الفترة لخدمة المحافظة وخدمة أهالي المحافظة. هذا الجهد الكبير اللي تبذله المحافظة حقيقة منظور للعيان. الشكر المقدم من العتبة العباسية وامتنان للخدمات هذه الدوائر. مدينة محافظة كربلاء تستحق تقديم الكثير. بالنتيجة العتبة لما تشكر هذه الدوائر تشجعها على تقديم الأفضل والأفضل حقيقة. تثبت اليوم العتبة العباسية من خلال هذه الدعوة المباركة من قبل المتولي الشرعي بأن مشاريعها لكل العراق. اليوم هذه الدعوة اللي بها تكريم الكوادر الهندسية التي عملت خلال فترة جائحة كورونا. اليوم نعمل بفريق العمل الواحد دوائر الخدمية في محافظة كربلاء. أي تجميل لمحافظة كربلاء هو تجميل لكل العراق والعالم. بعد أن لوحظت في مدينة كربلاء المقدسة أعمال شملت إكساء الشوارع وإعمار البنى التحتية إضافة إلى طلاء الأرصفة وتزويد الشوارع بالإنارة، هذا التغيير الذي جاء موازيا للأزمة والظروف التي يمر بها البلد دفع العتبة المقدسة إلى تنظيم مثل هذه المبادرة. حضرنا اليوم نحن مدراء الدوائر الخدمية في كربلاء المقدسة مع عدد من ملاكاتنا الهندسية والفنية. مبادرة العتبة العباسية قدمت كتب شكر وتكريم إلى تلك الدوائر لجهودها خلال هذه الفترة. حقيقة احنا بدورنا كدوائر خدمية نشكر العتبة العباسية على هذه المبادرة. مبادرة قيمة جدا تخلي الكوادر تشعر أن هناك تقدير وتقييم لجهودها. هاي دعوة مباركة تنمي تكسر الحواجز الروتين بين مدراء الدوائر بين مسؤولين الدوائر، تعمل انه روح فريق العمل الواحد ضمن مجموعة عمل المجموعة. دائما انت تدري روح العمل نكون ضمن المجموعة يغلب روح الفرد. فاليوم احنا ان شاء الله كنا عمل واحد، فريق عمل واحد، احنا والعتبات المقدسات ايد بيد، واحدنا يكمل الثاني رغم الظروف الصعبة. من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، المنطلق الذي تعمل عليه الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، إضافة إلى إسناد ودعم كل من يقدم خدمة للرقي سواء في محافظة كربلاء أو عموم البلد.